جلالة الملك عبد الله الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور الكرام، أشكركم لتجمعكم بهذا الطلب للإغاثة الإنسانية للناس في غزة الذين هم تحت الحرب في هذه الظروف القاهرة. الآن ما شارف 8 أشهر على بداية هذه الحرب واختطاف الرجال والنساء والأطفال من غزة، ولكن المعاناة الفلسطينية ومستوى القتل الذي يحدث في غزة هو لم يسابق أي شيء رأيته في حياتي كأمين عام. و1.7 مليون من الأشخاص، 75% من الكثافة السكانية في غزة هي تم نزوحها مرات وتكرار من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية. لا يوجد هناك أي مكان آمن في غزة، الظروف هي قاهرة، والوضع الحالي هو بتفاقم المستشفيات في غزة، هي لا يوجد بها دعم، لا يوجد هناك أي تعاون طبي. أكثر من 1 مليون شخص في غزة هم لا يوجد لديهم أي مياه صالحة للشرب، ويواجهوا مستويات كبيرة من الجوع. حوالي 50,000 طفلا يتطلب علاج لسوء تغذية مدقع، وبالرغم من الحاجات الكبيرة جميع المساعدات الإنسانية تمنع من الدخول، إما تعيق حركتها أو تلغى بسبب أسباب أمنية. وعلى أعلى كل ذلك، منذ الاعتداء على معبر رفح قبل شهر، تدفق المساعدات الإنسانية للأشخاص في غزة التي لم تكن كافية أصلا هي قللت بثلثين. سادتي، في مواجهة هذه الأزمة العالم يحاول ما بوسعه لإنقاذ الحياة، وأريد أن أقدم جهود الأردن ومصر لكل جهودهم. جلالة الملك، من خلالك اسمح لي أن أشكر الشعب الأردني للمساعدة التي قدموها من خلال 8 قافلات وأيضا المستشفيات الميدانية والإنزالات الجوية. نحن جميعا نقدر التزامكم الكبير لحشد الدعم الدولي والطلب للآليات التنسيقية للتدفق لهذه المساعدة للشعب في غزة. أنا أطلب المجتمع الدولي لدعم الجهود الأردنية في دورها الحاسم لمساعدة الناس في غزة، وأيضا خدمها كالمقر الأساسي للمساعدات الإنسانية. أيضا الرئيس السيسي، أريد أن أيضا أقدر قيادتك والحكومة المصرية والشعب المصري، ليس فقط بدعم الشعب الغزي بطريقة مهمة، ولكن أيضا لدورك الأساسي لوضع حد لهذا الوضع الحال، وأيضا مساعدتنا في دعم العملية السلمية، وأيضا نحن وأيضا العاملين في الظروف القاهرة في غزة والزملائنا في يعملوا في ظروف قاهرة وفي ظروف غير محتملة أبدا. تخيلوا حياتهم وظروفهم. إذن الذهاب إلى العمل عندما يتم تدمير بيوتهم وقتل من يحبون، وضع أنفسهم في القافلات الإنسانية حتى وإن كانوا يتعرضوا لقصف النار، بدون أولئك الأشخاص الذين يعملوا في هذه الظروف، المساعدات الإنسانية في غزة ستتداعى. وأيضا الأونروا هي الأساس في هذا العمل، وهي تعاني أيضا من عدم وجود الدعم. أنا أعبر عن الأسى وأعبر عن دعم لأعضاء الأونروا الذين قتلوا، وأقدم لهم التعزية للعزاء. يجب أن يكون هناك مساءلة تامة لكل أحد من تعرضوا لهذا الوفاة، وأيضا هذا الأمر غير مقبول. سيداتي، سادتي، يجب أن
يتوقف هذا الخوف. يعني يجب أن يكون هناك وقف إطلاق للنار بعد إطلاق أيضا الأسرى. أنا يعني أقدر ما وأدعو جميع الأطراف ليأتوا إلى اتفاق، وأنا أطلب جميع الأطراف أن يحترموا الالتزامات والقانون الدولي الإنساني. هذا يشمل تيسير المساعدات للإنسانية داخل غزة كما قاموا بذلك. كل الطرق إلى غزة يجب أن يتم فتحها وتيسير الوصول إليها، وأيضا الحفاظ على أمن الطرق البرية. أود أيضا أن أشجع وأثمن على كافة مستويات التنسيق لإيصال المساعدات إلى غزة كما هو ملتزم بقرار الأمم المتحدة 27/20. العمل أيضا على إعادة الإعمار والبناء وتوفير الدعم وإيجاد الآليات التي تقوم بذلك. أنا أطلب الحكومات والشعوب عبر المنطقة والعالم لدعم ذلك. الأونروا والعمل من قبل الأونروا والشركاء من أجل حماية الأشخاص عبر الحدود يجب أن يستمر في غزة. إيصال هذه المساعدات بطريقة آمنة وإيجاد الآليات الآمنة لضمان أمن هؤلاء الأشخاص، وأيضا ضمان وصول معدات اللازمة والتي تحد أيضا من الأسى هناك، وحماية الأشخاص في منطقة الصراع، وأن يكون هناك أيضا تنسيقا كبيرا لذلك. يجب أن يسمح للمدنيين بالوصول إلى الأمان، ويجب أيضا أن تتم توفير لهم البنية التحتية التي يعتمدون عليها وعدم استهدافها أصحاب الجلالة والفخامة. أيضا أود أن تقوم هذه الأمم وهذه الدول أيضا بحماية عمل الأمم المتحدة. هذا العمل الضروري ليس فقط أثناء الصراع ولكن حتى فيما بعد ذلك. هناك أكثر من 1,000,000 طفل وشخص في غزة يحتاجون إلى الأمان وإلى المدارس وإلى الخدمات الطبية والصحية. حوالي 60% من الأشخاص هناك، وأكثر من 80% من هذه المنشآت تم تدميرها من قبل القصف الإسرائيلي، وحتى المؤسسات التعليمية لم تأخذ نصيبها من الأمان وتم تدميرها أيضا. يجب علينا أن نأخذ التزامنا ومسؤوليتنا في دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وما بعد ذلك. أصحاب الجلالة والسعادة، إن الحل في غزة هو حل يجب أن يكون سياسي، والطريقة الوحيدة هي من خلال إيجاد الحلول السياسية والتي تفتح الأفاق لعملية السلام المستدامة بين إسرائيل وفلسطين، وأن يعيشوا جنبا إلى جنب بأمان من خلال حدود 67 وضمن قرارات الأمم المتحدة التي تم الاتفاق عليها وضمن القانون الدولي، وبأن القدس عاصمة الدولتين. يجب أن نستمر في العمل على هذه الواقعية كما عملنا في السابق لحماية هؤلاء في غزة وتقديم الدعم المباشر. وشكراً.